احنا في اجازه العيد كل محبين النادي الاهلي يعني بيستعدوا غدا لمواجهه الرجاء المغربي، المباراه يعني مباراه ذهاب الدور ربع نهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون موجوده هنا في استاد القاهره الدولي وهيحضرها عدد كبير من الجماهير. تقريبا بنتكلم في يمكن 52,000 هيكونوا موجودين في الاستاد، وطبعا كل جماهير النادي الاهلي مستنيه المباراه ومتحمسه جدا انها تروح وتتفرج على المباراه. واحنا كمان عايزين نعرف اخر استعدادات النادي الاهلي، اللي يمكن بنتكلم عن غيابات للاصابه وغيابات حتى للتاهيل من الاصابه في صفوف الفريق، وكمان في غيابات في الناحيه الثانيه. فعايزين نعرف كده ايه التوليفه اللي هتكون يعني موجوده من النادي الاهلي وهيستخدمها مارسيل كولر قدام رجاء المغربي. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي محمد جمال. مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب. نور وكل سنه حضرتك طيبه، وكل سنه طبعا وكل ان شاء الله مصر بخير باذن الله. عايزينك كده يعني تقول لنا توقعاتك للتشكيل النهائي بكره للنادي الاهلي، ويعني التوليفه اللي هيعتمد عليها مارسيل كولر علشان يقدر يحقق نتيجه ايجابيه قدام الرجاء المغربي. ده اكيد طبعا هو ماتش صعب جدا، ماتش مهم بالنسبه للنادي الاهلي، بتتكلم على ذهاب ربع النهائي. الاهلي محتاج ان هو في مباراه الذهاب يسجل اكتر من هدف بحيث تسهل له المهمه شويه في مباراه ملعب محمد الخامس في المغرب الاسبوع الجاي ان شاء الله. فالاهلي عايز بكره اكيد يكون عامل زي يعني توازن ما بين الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. الافضل من ان انت كمان تسجل عدد اهداف كتير انك ما يدخلش في مرماك هدف على ارضك، لان الهدف على ارضك ده بيصعب مهمتك كمان خارج الارض، انك بتبقى محتاج انك تعوض. بالنسبه للتشكيل اكيد اقول لحضرتك بالنسبه للجاهزيه، لكن النادي النهارده كان في مؤتمر صحفي لمارسيل كولر مدير الفني محمد الشناوي قائد الفريق، واتكلموا على صعوبه المباراه، اتكلموا على الرجاء المغربي متصدر مجموعته برصيد 16 نقطه في دوري الابطال، هو اه في المركز الخامس في الدوري المغربي ولكن فريق عنده تدعيمات بشكل كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت. يعني بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي، يمكن الاهلي جاهز بشكل كبير جدا، كل اللاعبين عنده، كان اللاعب الوحيد المصاب الفتره اللي فاتت كان احمد عبد القادر، ولكن عبد القادر يمكن ابتدى يرجع تاني للتمرين وابتدى يرجع تاني يشارك مع النادي الاهلي في المران، ولكن التشكيل الاقرب للنادي الاهلي بكره باذن الله مش هيخرج. لكن في غيابات كمان، اعتقد رامي ربيعه مش موجود، اكرم توفيق، كريم فؤاد، بس دول كلهم غايبين بقالهم فتره. يعني رامي بعد مباراه بيراميدز خلاص اصبح خارج الحسابات بسبب كتفه، ولكن اكرم وكريم غايبين من شهور طويله بسبب عمليات الرباط الصليبي. فبتكلم على اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي، اللعيبه كلها بشكل يعني كبير جاهز. كولر الفتره اللي فاتت عمل روتيشن بين اللاعبين بشكل مميز جدا في بطوله الدوري، ريح عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه. يمكن بكره يبدا بالشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني في مركز زر الايمن، علي معلول في مركز زر الايسر، اثنين في قلب الدفاع هم الاثنين الاساسيين بتوعه، عشان كده انا بقول لك غياب رامي ربيعه مش هيكون مؤثر، لان موجود محمود متولي ومحمد عبد المنعم الاثنين الاساسيين بالنسبه للاهلي. وسط الملعب اعتقد الثلاثي عمرو السوليه ومروان عطيه وحمدي فتحي، اعتقد الثلاثي ده هو اللي هيكون بكره موجود في وسط الملعب. الثلاثي الهجومي مش هيخرج من بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، اعتقد هو الثلاثي ده الهجومي. يمكن كمان ظهر لكولر يمكن بعض البدائل المميزه بالنسبه له اللي كان محتاجها الفتره اللي فاتت انها ترجع ليه مستواها، زي طاهر محمد طاهر، زي كمان مهاجم زي محمد شريف واللي سجل في المباراه اللي فاتت قدام نادي سموحه. صحيح. اعتقد كل دي بدائل مهمه بالنسبه له، زي ديانج كمان في وسط الملعب، زي خالد عبد الفتاح في مركز الدفاع الايمن، ولكن يظل ده القوام الاساسي اللي بكره كولر هيدفع بيه. والناحيه الثانيه رجاء المغربي واوراقه قدام النادي الاهلي بكره ومارسيل كولر، ويمكن في حديث على انه النادي الاهلي بكره حظه يمكن يكون كويس لانه في يمكن اربع غيابات مؤثرين في الرجاء المغربي. في اربع غيابات مؤثرين وكل حاجه، بس انت برضو بتتكلمي على فريق مميز، فريق عنده مدرب اللي هو منذر الكباير، مدرب محترم. اما الفتره اللي فاتت بطوله الدوري انت بتتكلمي على تعادل اللقاء الماضي في الدوري قدام نادي السالمي، قبلها في الكاس قدروا ان هم يصعدوا من دور 16 حساب حصريات اجدير، قبلها كانوا خسرانين من فتح رباط في بطوله الدوري، ولكن يظل فريق الرجاء فريق كويس، فريق الفتره اللي فاتت عنده تدعيمات. اظن ان الغيابات مش هتبقى اللي هي المؤثره بالنسبه لفريق الرجاء طبعا قدام النادي الاهلي. خلي بالك برضو الرجاء بكره هيبقى بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعني يدافع اكتر ما يمكن قدام النادي الاهلي. تكلمي بكره على يعني غيابات، انت بتتكلم على زكريا الحضراوي، بتتكلم على عبد الصمد البدوي، رؤوف بن غيث، حسين الرحيمي، كل اللعيبه دي مميزه، ولكن محمد كمان المكعازي، ولكن اللعيبه اللي بتتكلمي عليها بكره ممكن تكون موجوده في تشكيله طبعا نادي الرجاء اللي هتكون مؤثره، لا عدد كبير جدا من اللاعبين. انت بتتكلمي على عبد الله الحفيظي، بتتكلمي على بكره برضو الهدودي هيكون موجود، انس الزنيتي حارس المرمى،
بكره عليه عامل كبير جدا قدام النادي الاهلي، اكيد هيبقى يعني زينتي من الحراس المميزين، ولكن يظل النادي الاهلي بكره عنده فرصه كبيره جدا قدام جماهيره. بتكلم على 50,000 متفرج للنادي الاهلي يكونوا موجودين بكره في استاد القاهره الدولي من بدري، بتكلم على عدد كبير جدا، يمكن الجماهير كانت هي اللي مرجحه كفه النادي الاهلي قدام الهلال السوداني. مباراه كان النادي الاهلي محتاج يفوز فيها باي نتيجه، قدر يكسب 3-0 وصعد للدور القادم. واعتقد النادي الاهلي دايما في المباريات الاقصائيه بيكون فريق مميز جدا، بيكون فريق شرس كمان على الارض، ويقدر ان هو يفوز باكبر عدد من الاهداف. وجود الجماهير دايما بيكون عامل مهم جدا في المباريات الكبيره زي المباريات يعني الخاصه بالنادي الاهلي والبطولات الخاصه بافريقيا، بيكون يعني عامل كبير في الحسم في المباريات اللي زي دي. طبعا بنتمنى كل التوفيق غدا للنادي الاهلي، وتستمتعوا بالمباراه وبالاجازه ان شاء الله.